بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي علي خليل الشاعر الزجال مدينة المحمدية. جينا هنا اليوم باش نشوفوا هذا، جينا يعني عوالين بان غتكون واحد الندوة صحفية مع كامل الأسف. جينا لقينا ناس قدمت بعض الجوائز، كنا كننتظروا بان غيكون لقاء صحفي باش نعرفوا لماذا أبويا دائما في صيفيات مدينة المحمدية، استبرادا ديال مدينة المحمدية كنلقاو ديما أبويا، علما بأن هناك كاينين فنانين العديدين من أبناء مدينة المحمدية، شباب اللي عندهم طاقات ومؤهلات مثل الفنان زريقة، الصياد الملقب بزريقة بطبيعة الحال، شارك في عدة مهرجانات خارج مدينة المحمدية وكذلك خارج المغرب، ونال عدة جوائز المشرفة للبلد ديالنا والمدينة ديالنا، وبأنه الفائز بالدرجة الأولى في المغرب كعازف على الباتري 6 مرات. إذا هذه مسائل يعني مشرفة، زيد على أنه تقني في الصوت والصورة والسمعيات والبصريات المغربية، يعني عنده عدة مقومات اللي يمكن أنه يحتضن هذا المهرجان، ولماذا؟ هذا هو اللي كاين.